وفاء قطب اسم تردد كثيرا في محافظات القناة وسيناء، ليس لأنها فقط أصغر مؤذونة في مصر ولكن الأولى في تلك المنطقة. فبالرغم من العادات والتقاليد في المجتمع فإنها تحدت بل ونجحت بابتسامتها وشخصيتها وقبولها الذي تتمتع بها، فكانت الأجدر بين زملائها في فترة الدراسة حتى صدر قرار من مساعد وزير العدل بتعيينها كأصغر مأذونة في مصر. المزيد عن وفاء صاحبة 29 عاما في سياق هذا التقرير. البنت زي الولد، ما هيش كمالة عدد. عن جدارة أثبتت وفاء قطب صحة تلك المقولة. وكلتي الآنسة فهي لا تمتهن فقط مهنة طالما اقتصرت على الرجال دون غيرهم، بل هي رابع مأذونة تعين بأمر المحكمة، أصغر مأذونة في مصر. زد على ذلك أنها الوحيدة في منطقة القناة وسيناء بأكملها، المنطقة التي لها عاداتها وتقاليدها الخاصة. يعني بالنسبة لنا أول مأذونة في مدن القناة الثلاثة وسيناء، بالتحديد في مدينة الإسماعيلية، ده أنا بعتبره تميز كبير بالنسبة لي. الحمد لله لحد دلوقتي الحمد لله محققة نجاح كويس جدا ما بين الناس الحمد لله، والناس متقبليني زي ما انت شايفة. يعني الحمد لله بلاقي ترحاب في كل مكان بروحه. أنا شايفة إن هي مهنة كويسة، أنا قادرة إن أنا الحمد لله أجتهد فيها وأنجح فيها. شايفة إن هو مجال جديد البنت ابتدت إن هي تدخله وإن هي تمتهنه، فبالتالي أنا شايفة إن ان شاء الله باذن الله البنات هتنجح في المجال ده نجاح كبير جدا. من مواليد الاسماعيليه عام 86، عملت معاونا قضائيا بالمحكمه لثلاث سنوات، حصلت على ماجستير في القانون العام، وتؤكد ان اختيارها لوظيفه ماذون جاء بعد سنوات طويله من تقدمها باوراقها للالتحاق بها. اختيرت بقرار من مساعد وزير العدل شخصيا لانها الاعلى مرتبه علميه بين اقرانها. طلبت العلا فسهرت الليالي وتحقق الحلم. لما جيت اسال على كنت بسال على مأذون، اكيد يعني حاجه تقليديه يعني عادات وتقاليد، المأذون هو اللي يكتب العمه والفطان كده يعني، هو ده الاساس اللي احنا نعرفه يعني. لكن هي بصراحه شخصيه لذيذه، حبيتنا في الموضوع، حسيت ان الموضوع عادي يعني جديد، ووظيفه في الاول وفي الاخر يعني ست راجل اشتغلها شيء عادي يعني. هو بالنسبة لي الموضوع كان جديد، بس كان حاجة غريبة يعني ان تكتب كتابي مأذونة، بس الموضوع حلو يعني مش وحش. عمر ما جواز الشرع فيه اختلاف، اي حد كمان يقوم بالمهمة دي، بس دي هي متخصصة دلوقتي كده دلوقتي في اسماعيلية متخصصة مأذونة، فهي يعني روحها كويسة واستقبالها كويس، وحتى مع الناس حنينة مع الناس، مش في بعض المأذونين بيفتحوا جامد بقى ولا بيحكي كذا وكذا. تحديات كثيرة واجهتها وفاء، بدءا بتقاليد وثقافة مجتمع، مرورا بطبيعة المهنة ذاتها دراسة وزيا، لكنها أثبتت أنه ليس من بين تلك التحديات قدرة المرأة على استيعاب العمل مأذونا شرعيا. وتوكلت على الله وعلى بركة الله.